رب يا جميع الأمم، وامدحي يا جميع الشعوب، لأن رحمته علينا عظيمة وصدق رب قائم أبدا. هللويا جل هوى واشلاما قالي قد شاد ماري شوم شيحا كارزو ثا ادي يوحنا تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه إلى السماء وقال: يا أبتي قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك، كما أعطيته السلطان على كل بشر ليعطي لكل من أعطيته له حياة الأبد. وهذه هي حياة الأبد، أن يعرفوك إنك أنت إله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح. أنا قد مجدتك على الأرض، إن العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أكملته، والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل أن يكون العالم. قد عرفت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم، هم كانوا لك ولي أعطيتهم وقد حفظوا كلمتك، والآن علمت إن كل ما أعطيته لي هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم، وهم قبلوا وعلموا حقا إني من عندك خرجت، وآمنوا إنك أنت أرسلتني. وأنا أطلب من أجلهم، لست أطلب من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتهم لي، لأنهم لك، وكل شيء لي هو لك، والذي لك هو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وهؤلاء هم في العالم، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم باسمك الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أنا أحفظهم باسمك. إن الذين أعطيتهم لي قد حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فأني آتي إليك، وبهذا أنا أتكلم في العالم ليكون فرحي كاملا فيهم. شوخا لا لها من أخوتي وأخواتي الأعزاء، بكل فرح اليوم نستقبل بيناتنا سيادة المطران مار بشار، وردة راعي برشية أربيل الكلدانية في العراق. سيدنا أكيد كلنا نعرفه أشهر من النار على العلم بتعبه وشغله من أجل كنيستنا في العراق، وخصوصا من أجل المسيحيين في منطقة الشمال. سيدنا أكيد من رحب واحد بين أهله وبيته، فأكيد فرحانين كلش موجود بيناتنا اليوم. شكرا أبونا، ما كل سنة يعني. ليكونوا واحدا كما أني وأنا واحد، وليتم فرحي تاما. ما يفرح ربنا يسوع هو أن يكونون الرسل
وأكيد الكنيسة واحد. بعد ما ننظر إلى حالنا يعني كمسيحيين أكيد راح نقول لا نفرح لو لم نفرح يسوع. ليش؟ لأنه القسامات الموجودة والاختلافات وهذا وذاك. ربنا يسوع قبل ما يصعد إلى الآب صلى هذه الصلاة من أجل التلاميذ، من أجل الرسل، من أجل الكنيسة، وكان أنه يكونون واحد، يكونون واحد. أكيد الاختلافات كثيرة والانقسامات في الكنيسة صارت كثيرة، أكيد هي موعظة فما راح تكون درس على المود نشوف سبب الانقسامات وليش كانت الانقسامات. السبب الرئيسي الأول هو أنانيتنا، لأنه من يكون الأول، هذا دائما يعني حتى مع يسوع. في واحد أكيد نعرف بالإنجيل مثلا، يسوع في اليوم دخل البيت وسأل التلاميذ، قال لهم مش كنتوا تتناقشون بالطريق؟ ليش كنتوا تتعاركون؟ فسكتوا خجلوا. قال ايه من يكون الأول؟ يعني انتوا كانوا يتعاركون بيناتهم الرسل اليوم خلف يسوع، يسوع وياهم وهم يردون يشوفون من هو الأول إذا يسوع مو وياهم جسديا كيف؟ فأكيد نعرف أنه موضوع أنه من يكون الأول. أكيد هاي مو مشكلتكم، هاي مشكلتنا إحنا، يعني إحنا كرئاسة كنسية نتركها. خلينا نشوف بعد سبب آخر، أسباب أخرى. غاية التدين والإيمان أنه نصعد إلى الله، يعني أنه النفس البشرية تصعد إلى الله، يعني هذا هو يعني نقول غاية مسيرتنا الإيمانية، أن نكون واحد مع الله. وعلمود واحد يصعد يحتاج إلى جناحين، أجنحة. المود يصعد إلى الله يحتاج إلى جناحين. في علاقتنا مع الله علمود نصعد إلى الله، الجناحين هما الخوف والحب، مخافة الله و حب الله، الاثنين يعني لازم. طبعا الخوف او الجناح هو لانه احنا نعرف نفسنا، نعرف نفسنا من نحن، منو احنا، والله هو الخالق، هو الكلي القدرة، هو الاله الاوحد، خاف منا. هسه القسم يقولون لا، يسوع جاب الى بشرنا باله الحب، ماكو خوف، ماكو مدري. أقول لك أوكي، ارجع إلى إنجيل متى الفصل العاشر، يسوع يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، خافوا من الذي باستطاعته أن يهلك الجسد والنفس معا. يوم اللي تنشال هالآية من الإنجيل ذاك الوقت أقول لا تخافوا، لا، يسوع يقول تخافون، نخاف، الله كلي القدرة. الأخ استيفانوس يقول الله يراني، يشوفني، يشوفني، وأنا أعرف أنه أنا مخلوق. فبتواضع نقول نخاف من الله، هذا أول جناح. الجناح الثاني هو حب الله. حب الله ليش نحب الله؟ لأنه مرة ثانية نرجع نعرف نفسنا منو إحنا، خطأ كثير، عندنا أمور يعني ما نفتخر بيها، ما نريد نحكي بيها. مرات كثيرة أقول للشخص اللي هو ثرثار دائما عن خطايا الآخرين، أكو ناس تحب تثرثر عن خطايا الآخرين، وهذا سوى فلان شي وهذا سوى فلان شي. أقول لهم مرة يعني بواحد، الفرق بينك وبين الآخرين اللي أنت تحكي عنهم هو أنه جرائم مالتك مستورة، وهذا هفوات مالته وخطايا مالته صارت مفضوحة. يعني من نكون أمام الله وحدنا، كل واحد من عندنا يعرف نفسه، فنحب الله لأنه أول مرة نعرف نفسنا، ونحب الله لأنه هو مثل الملك اللي يطلع من القصر مالته ويشوف فد واحد من أبناء المملكة بالقذارة والوساخة وكل شيء، فياخذ إلى القصر و يلبسه وينطي له مكانه زينه ويقول له اريدك انت تكون معاون الي. يعني هكذا الله عمل معانا بيسوع المسيح، مع انه احنا خطأ، افكارنا مرات كثيره شيطانيه، افكارنا خاطئه، وهو
مع ذلك الله بيسوع المسيح ياخذنا ويخلينا شركاء معه. فأمام هذا الحب احنا نخاف نخسر هذا الحب ولهذا نحبه. ما نريد نخسر الله، ما نريد نخسر يسوع المسيح، ولهذا نكون يعني احنا مطيعين لله مو خوفا من العقاب ابدا. هذا فشي لازم نكون بالنا، يعني لازم من يعني مو احنا اللي بشرنا يسوع المسيح بإله نخاف من عنده عقابا، بس بإله وآب ما نريد نخسر محبته، ما نريد نخسر محبة الله إلنا، ولهذا احنا نحبه. فالخوف هو حبا والحب هو خوفا. الجناحين وصلت إلى الله، لكن هل جناحين يفرقون الناس؟ ليش؟ لأنه بالكنيسة اللي صار أنه كنيسة قامت تقول لكنيسة أنا أكثر خوفا منكم من الله، أو أنا أكثر حبا منكم إلى الله، فبدينا نتنافس بالخوف وبالمحبة، كل واحد راد يبين نفسه هو أكثر حبا أكثر خوفا من الآخرين. هم يقولون أنا أحسن من فلان وأنا أحسن من فلان، يعني بس للشوية للضحك. في يوم من الأيام واحد من رهبان كنيسة إجا إلى باتريرك كنيسة أخرى، قال له أنه أنتم ما تحفظون أو ما تكرمون يسوع لأنه ما تصلون الصلاة الربية مالته. فالباتريرك ذاك علقصتني، قال تتصلى صلاة الأبان الذي في بداية القداس ووسط القداس ونهاية القداس على عنادكم. تشوفوا هل تنافس يصير منه يحب أكثر من منه ومنه يخاف أكثر من منه. لذلك مع الجناحين أكو فتشي آخر مفقود، اللي هو القلب. النفس كلها من تصعد إلى الله بجناحين إلى واللي هي الوسيلة حتصعد بقلب، وهذا القلب هو الأعمال الصالحة، الأعمال الطيبة اللي أنت تسويها ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فالنفس أو الإنسان يصعد إلى الله بجناحين الخوف والحب، لكن بأعمال الصالحة، لأنه الملك ما راح يسألنا شقد كنت تحبني شقد كنت تخاف مني، لكن راح يسألنا كنت جائعا فأعطيتموني طعام، أطعمتموني، عطشانا سقيتموني، عريانا كسوتموني، غريبا آويتموني، كلها أعمال صالحة. بهذا يعرفون أنكم أكيد شهادتنا للعالم. ولهذا دائما بابا بنديكتوس يقول احنا نشهد للعالم انه من خلال تعبدنا الليتورجية اللي بيها نبين مخافتنا من الله، ومن خلال ايضا تبشيرنا بإله ربنا يسوع المسيح اللي هو حبنا، انه احنا بالتعليم المسيحي نقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، وبالاعمال الصالحة. هذه ما يعني من دون هذا ما ممكن نكون واحد. ولذلك مار بولس يقول تنافسوا في إكرام واحدكم الثاني، مو أنه كل واحد ينزل من مكان الثاني، وأكيد تنافسوا في الأعمال الصالحة. هناك العالم راح يصير مكان الله يكون موجود به. حمرات كثيرة أول ما نفتح الكتاب المقدس نقول نقرأ يعني في البدء خلق الله السماوات والأرض، بس بعدين وراها ترى الله يترك السماوات ويبدي بس يحكي لنا ويقول لنا عن الأرض، ها ما يبدي يقول لنا شكوا بالسماوات. بس احنا عادة في البدء خلق الله السماوات احنا نبقى بالسماوات، نريد نترك الأرض وننسى أن الله يعطينا هذه الأرض علمود نخدمها، لأنه احنا كمسيحيين ما ندور على إله يخدمنا، احنا نبحث عن إله نخدمه. ما جئت لأخدم لكن أخدم.
لذلك الوحدة تكون عندما نعرف أنه محبتنا ومخافتنا من الله هي نعمة كبيرة من الله يعطينا إياها، لكن الأهم الله ينتظر من عندنا الأعمال الصالحة اللي تخلي العالم أفضل. وأكيد هذا يعني أنه دائما نكون شاكرين لله النعم الكثيرة اللي الله يعطينا إلها، البركات اللي الله ينطينها إلنا. وأكيد واحدة من البركات هي أمهاتنا، مو اليوم هو عيد الأم، فنعمة كبيرة دائما في حياة كل واحد من عندنا هو أن يكون له أم. فنصلي كلنا من أجل كل أم الله وضعها في الطريق لتكون بركة ونعمة في حياة أولادها وحياة كل العائلة. فنصلي من أجل أمهاتنا، وأكيد همنا أطلب من عندكم تصلون من أبونا فواز، هو أكيد أب، لكن مثل ما بولس يقول هو همنا أم للرعية ومن أجل كل مساعديك. ربنا يبارككم في هذه الخدمة، وأيضا أطلب أن تشاركون الصلاة في هذه القداس اللي أقدمها على نياتكم أيضا من أجل كل اللي هو مضطهد ومتضايق بسبب إيمانه بيسوع المسيح أينما كان. اليوم المسيحية هي أكثر ديانة مضطهدة بالعالم، يعني مو بس بالعراق، لكن في كثير من المكانات المسيحيين هم أكثر الناس مضطهدين من أجل إيمانهم. هم هنا أكيد أكو صعوبات كثيرة على المود واحد يعيش إيمانه بشكل حقيقي، لكن هذا اللي راح يخلينا كنيسة واحدة بيسوع المسيح، أنه من نلتقي في الإفخارستية ننسى نفسنا ونصلي من أجل الآخرين. ربنا يبارككم ويبارك الكل بالنعمة والبركات. آمين.